وينضم الينا هاتفيا من بنغازي عبد العزيز الفاخري مراسل الغد. عبد العزيز، الدعوات المتكرره للاتفاق على موعد جديد لاجراء الانتخابات الرئاسيه في ليبيا ومنها دعوه مجلس التعاون الخليجي، كيف هو صداها في ليبيا؟ نعم، بالتزامن مع هذه الدعوات حسين التي تنطلق سواء كان الان من مجلس التعاون الخليجي ودول الخليج كانت حاضره في مؤتمر دعم الاستقرار الذي عقد في العاصمه طرابلس قبل نحو شهرين من الان، والتي دول الخليج اكدت فيه على دعمها للمسار السياسي والانتقال السلمي للسلطه عن طريق اجراء انتخابات رئاسيه وبرلمانيه كما جاء في ختام بيان مؤتمر دعم استقرار ليبيا. وكذلك هناك دعوات الان من ستيفاني ويليامز، ايضا نتحدث عن كذلك تركيا، ايضا نتحدث عن سفاره المملكه المتحده البريطانيه والتي دعت كذلك الى اجراء انتخابات، وكذلك التاكيد على ان هذه السلطه القائمه حاليا هي من ستذهب لاجراء الانتخابات وان المملكه المتحده لم تقبل بان تشكل اي سلطه او مؤسسات اخرى بديله عن الحكومه او السلطه القائمه حاليا في العاصمه طرابلس. العديد من الدعوات التي تاتي على مستوى المنظمات الاقليميه وكذلك الدوليه، وذلك بالتزامن مع الحراك المدني في الشارع الان والذي يطالب باجراء انتخابات وفقا للمقترح الذي قدمته مفوضيه الانتخابات على ان تجرى الانتخابات في اواخر الشهر القادم 24 من يناير. هذا الامر الذي اؤكد عليه ايضا حتى الشارع هنا في ليبيا عن طريق العديد من الدعوات. كذلك نتحدث عن عدد الاحزاب والكتل السياسيه والقوى الفاعله في المشهد السياسي في ليبيا، ذلك قبل جلسه مرتقبه بعد غد الاثنين في مدينه طبرق بحسب دعوه هيئه رئاسه مجلس النواب، وكذلك معرفه خارطه الطريق التي يعد لها الان مجلس النواب. كل ذلك هو بكل تاكيد هو يتزامن وكذلك يتفق تماما مع الجهود الدوليه التي ترمي الان لاجراء انتخابات في ليبيا، وذلك خشيه من ان تعود حاله الاستقرار او تعود حاله الانقسام والصراع مره اخرى في ليبيا، وكذلك خشيه من عوده الصراع والقتال مره اخرى بسبب نفاذ صلاحيات كل الشرعيات القائمه حاليا والتي جدد اتفاق جنيف السياسي هذه الشرعيات حتى 24 ديسمبر يوم الامس. وبالتالي الان نتحدث على ان هذه الدعوات الان ربما ستسمع صداها في أروقة مجلس النواب حتى يمكن بعد ذلك معرفة هل ستلقى هذه الدعوات أي رد إيجابي أو ردود إيجابية من قبل أعضاء مجلس النواب الذين سيجتمعون تحت قبة البرلمان يوم الاثنين القادم. على أي حال نتوقع أن تكون هناك المزيد من البيانات الصادرة سواء كان على مستوى إقليمي أو دولي، وذلك ربما حرصا على أن تجرى الانتخابات في بيئة ملائمة حتى يتم عودة الشرعية في ليبيا عن طريق الناخب الذي تحدث دائما على أن مسألة انتخاب رئيس للبلاد وكذلك سلطة تشريعية جديدة وحق أصيل للشارع الليبي وللمواطن الليبي. نتحدث عن أكثر من مليونين ونصف مليون ناخب في ليبيا استلموا بطاقاتهم الانتخابية في انتظار الذهاب لصناديق الاقتراع. طيب عبد العزيز، بالتزامن مع الدعوات ومع البيانات أيضا هناك خبر ورد إلينا يفيد بأن هناك تظاهرات خرجت في طرابلس احتجاجا على تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا، هل توفرت لديك تفاصيل عن هذه التظاهرة؟ نعم، الحراك المدني منذ ربما أسبوع كان يخطط لإجراء مظاهرات حاشدة في كل المدن في ليبيا. بالأمس تحدث ربما عن 8 مناطق في ليبيا خرجت بالفعل في مظاهرات، اليوم العاصمة طرابلس، أيضا نتحدث عن مدينة الزاوية هناك مظاهرات خرجت في الميدان الرئيسي في المدينة. هذا الحراك الذي أسمي وأطلق عليه حراك خلاص، أي خلاص لكل الأجسام السياسية المتبقية حاليا في ليبيا. الحراك المدني بدأ بالفعل يتوحد في ليبيا بعد حالة الانقسام طيله السنوات الماضيه وكذلك التحفظات العديد من المواقف السياسيه، ولكن الان نتحدث عن رغبه شعبيه جامحه باجراء الانتخابات، تجديد السلطه، انتخاب رئيس للبلاد وكذلك مجلس للنواب. ربما فقط اللافت في هذه المظاهرات حتى الان نتحدث على ان كل الذين يتظاهرون يتحدثون على ان هذه المظاهرات ستستمر ولن تتوقف حتى يتم إقرار الموعد الذي اقترحته مفوضية الانتخابات في 24 من يناير القادم كموعد لإجراء الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية على مستوى البلاد. شكرا جزيلا لك عبد العزيز الفاخري مراسل الغد، كنت معنا من بنغازي.